تمام. الآن بخصوص الديكشنري ميثودز، كيف بدنا نشوفها؟ ايش الدالة اللي بتورجيني كل الميثودز في اوبجكت معين؟ دي اي ار، تمام. فبالتالي انا عندي النيم ديك، شفنا الدي اي ار تبعته، جاب لي كل الميثودز. في انا عندي الكلير، الكابي، الجيت، الايتيمز، الكي. خلينا نشوفهم واحده واحده. دي اي ار، دي اي ار بحط بين قوسين زي ما احنا شفنا سابقا، حطيناها لسترينج جاب لي كل الميثودز تبعت السترينج، حطيناها للليست جابت لي كل الميثودز تبعت الليست للديكشنري، هي كل الميثودز للديكشنري. خلينا نرجع للديكشنري اللي عرفناه اللي هي الحقيبه الباج. في عندي تيشوز 30، كاندي 3، بوكس 2، هاي محتويات الحقيبه، تمام. طبعا داله الايتيمز زي ما حكينا انه بترجع لي كل العناصر كي وفاليو از تابلز بين قوسين، قوسين تبعت التابلز اللي احنا حناخده في شابتر 10، تمام. دالة الجيت مرت علينا، حكينا اذا الكي موجود بترجع الفاليو تبعته، الكاندي هيها 3، تمام، واذا ما كانش موجود 0. وهذا المثال هيو على البين، البين مش موجود، تمام، فرجعت لي انه انا في عندي 0 بين، فيش عندي ولا قلم في الحقيبة. دالة الكلير تمسح كل محتويات الدكشنري، بتفضي الحقيبة، كل العناصر تحذفها، تمام؟ بترجع ايش؟ بالضبط. الان لما طبعت الحقيبة مرة ثانية، هيو شايفين زي ما انتم شايفين انه الحقيبة فاضية او الدكشنري فاضي، تمام؟ خلينا نرجع نعرفه مرة ثانية هيو زي هيك عشان نشوف باقي الميثودز. في عندي إمكانية إنه أنا أرجع الكيز لوحدهم، كيف؟ bag.keys باستخدام الميثود keys. إيش بترجع لي؟ tissues والكاندي والبوكس. وكذلك في عندي إمكانية إنه أنا أرجع الفاليوز لوحدهم، بالضبط، والفاليوز هنا بترجع لي إياهم كليست، 3 2 30 3 2 الفاليوز، تمام. والايتيمز بترجع لي الكي والفاليو از تابلز زي ما احنا شفنا، تمام. عشان هيك رجعت حطيت لك اياها كمان مره عشان تتذكري انه ممكن ارجع الكيز لوحدها، ممكن ارجع الفاليوز لوحدها كعناصر ليست، وممكن ارجعهم الاثنين سوا از تابل. في عندي دالة البوب، شو بترجع؟ بالضبط، بس هنا لازم انه انا اعطيها كي، مش مثل الليست. الليست خلي بالك، في الليست انا يعني بستدعي البوب بعطيهاش ولا شيء، ايش بتروح تعمل؟ بترجع اخر عنصر وبتحذفه. لكن هنا دالة البوب لازم اعطيها كي، شو بتسوي؟ بترجع الفاليو تبعته وبتحذفه. فبالتالي هنا رجعت 3، تمام، لما طبعتهم مره ثانيه الكاندي مش موجوده، تمام. بينما الداله اللي بتحذف اخر عنصر انا عندي في الديكشنري اسمها بوب ايتم، بعطيهاش ولا باراميتر، شو بتسوي؟ بتحذف اخر عنصر، بس قبل ما تحذفه بتروح بترجع الفاليو تبعته، تمام. يبقى هنا بوب ايتم اخر عنصر، عفوا، بترجع الكي والفاليو، بترجع البوب لحالها، بترجع بس الفاليو، صحيح، بس لازم اعطيها كي، تمام. بتحذفهم الثنتين، البوب بتحذفهم، تمام. دالة البوب لوحدها لازم اعطيها كي، بترجع الفاليو. دالة البوب ايتم بترجع كي وفاليو وبتحذف اخر عنصر. لو اجينا طبعنا هنا بعد البوب ايتم بنلاقي انه اللي ضايف الحقيبه فقط التيشوز، المحارم او الكلينكس. في عندي داله الكوبي، شو بتعمل؟ تعمل نسخ لمحتويات الدكشنري بتحطها في الدكشنري تاني،
تمام؟ باخذ نسخة منه وبخزنها في متغير تاني ببساطة. تمام؟ يبقى هنا عرفت باج 2 ايش بتساوي؟ باج دوت كوبي. لما يجي طبعتها نفس محتويات الحقيبة الأولى، نسخة عنها. تمام؟ في عندي دالة الأبديت. بالضبط. بس خلي بالك هنا بدي أعطيها العناصر على شكل ديكشنري. بدي أرجع أضيف البوك، بحط بين أقواس زي هيك، وبحط الكي والفالي. تمام؟ في عندي الإضافة، برجع بذكرك فيها إنه الإضافة ممكن تكون بهذا الشكل مباشرة، مش باستخدام الأبديت. بحكي الديكشنري اللي هي الباك أوف البن بتساوي 2، يبقى هاي الجملة عبارة عن جملة إضافة. تمام؟ لازم تتعودوا على هاي الجملة إنه هي بتعمل إضافة، فبالتالي صار البن موجود أنا عندي. في عندي دالة الست ديفولت. تمام؟ إنه لما بستدعيها بحط لكي معين إيش الديفولت فاليو تبعته، عشان لما أستدعي في الجيت ممكن أستدعيها بدون الديفولت، فبالتالي إذا الكي مش موجود بروح برجع لي الديفولت فاليو هاي. كمان مرة. في عندي دالة الست ديفولت. شو بتعمل؟ بتروح بتعمل تعيين لقيمة للديفولت فاليو أو القيمة الافتراضية لكي معين. تمام؟ بحيث إنه في الجيت ما فيش داعي إنه أنا أستدعي في الجيت أحط القيمة الافتراضية، فبالتالي إذا كان موجود برجع الفاليو تبعته، ما كانش موجود برجع القيمة الافتراضية اللي أنا عملتها في الست ديفولت. معنى ذلك إنه هذا الكلام هو مشابه تماما إنه أنا أعمل باج دوت جيت كاندي. الآن الست ديفولت شو بتسوي؟ لكي معين. تمام؟ ما هو الجيت إذا الكي هذا مش موجود مش من نرجع القيمة الافتراضية تبعته؟ القيمة الافتراضية باي ديفولت نون، غيرناها احنا ل زيرو، فبالتالي هنا في الجيت ما فيش داعي ان انا اعمل زي هيك زي ما احنا كنا نعمل سابقا. بالست ديفولت خلص بعملها مره واحده وبصير بستدعي الجيت ببارامتر واحد. هذه بتريح وقتيش؟ انه اذا انا بدي استدعي الجيت اكثر من مره، سواء كان كي موجود او مش موجود لكي معين، بعمل جيت اكثر من مره. تمام؟ فبالتالي انه ما فيش داعي كل مره اقول جيت للكي كوما زيرو، خلص بعملها في جمله مره واحده بالست ديفولت وبستدعي الجيت ببارامتر واحد اللي هو الكي. تمام؟ واضح يا بنات؟ تمام؟ فبالتالي اللي كانت تسال سابقا عن كيف احنا بدنا نزيل عنصر، كيف بدنا نزيله؟ باستخدام البوب، لانه انا بدي ازيل عنصر معين لانه البوب بتاخذ الكي.